انتشرت الآثار الجانبية للهجوم الروسي على أوكرانيا حول العالم، فلا يكاد يوجد شيء أو دولة لم تتأثر بهذه الحرب، بل لا يكاد يوجد فرد لم يتأثر بهذه الحرب التي ساهمت بتغيير كل شيء. ومن بين هذه الآثار الكثيرة تدهور العلاقات اليابانية الروسية، فاليابان كانت من أوائل الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، وقد أثرت العقوبات اليابانية بشدة على روسيا، فاليابان وروسيا تربطهما علاقات تجارية كبيرة جدا، إذ أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 30 مليار دولار عندما كانت العلاقات في أوجها بين الجارين. لذلك فقد أثرت العقوبات اليابانية على روسيا بشكل كبير، وتسببت بانزعاج الرئيس الروسي لتدهور العلاقات بينهما من جديد، بعدما كانت قد تحسنت بشكل تدريجي منذ العام 2000 بعدما تسلم بوتين رئاسة روسيا، فساهم في التقارب مع اليابانيين بعد عقود من التوترات. فالعلاقات الروسية اليابانية لم تكن مستقرة عبر التاريخ، إذ دخل البلدان في حروب عدة ضد بعضهم البعض خلال القرون الماضية، وطالما كانت المناطق الكورية والصينية مصدراً للصراعات بين الدولتين، حتى أن اليابانيين احتلوا أجزاءً من روسيا وقتاً ما، وكذلك فعل الروس باحتلالهم لأراضٍ يابانية. فما النزاع الحالي الذي يمكن أن يتحول إلى حرب شاملة بين الدولتين؟ وما سبب تهديد الروس لليابانيين بحرب سيكلفهم أكثر مما يتوقعون؟ ومعلومات وتفاصيل أخرى ستعرفونها في هذا الفيديو. للتذكير فقط، الأصدقاء الذين لم يشتركوا بالقناة بعد، من فضلكم اشتركوا. يلا نشوف. قبل أن أدخل في تفاصيل التهديد الروسي الحالي لليابان، لابد أن أحدثكم بشكل سريع عن خلفية هذا التهديد الذي قد يتطور إلى حرب كبرى، كي يتضح لكم سبب توتر العلاقات الحالية بين البلدين الجارين، الجارين ليس من ناحية البر بل البحر. تعتبر اليابان دولة استعمارية من الناحية التاريخية، إذ أنها احتلت الكثير من الدول في شرق آسيا، بما فيها مناطق الكوريتين والصين، وكانت روسيا تساعد الصينيين ضد اليابانيين. لذلك قام الأسطول الياباني بهجوم مفاجئ على أسطول القيصرية الروسية في 9 شباط فبراير في العام 1904، وقام بتدمير السفن الروسية بشكل شبه كامل، ليفرغ الطريق لليابانيين لاحتلال كوريا ومنشوريا دون أي مقاومة تذكر. بعدها دخل الروس واليابانيون في معارك طاحنة تسببت في هزيمة روسيا القيصرية في معظمها، وتسببت تلك الحرب بانهيار الاقتصاد الروسي بشكل كبير، ما دفع الناس إلى الخروج في ثورة ضد الحكم القيصري في العام 1905، وهو الشيء الذي دفع القيصر نيكولاي الثاني إلى توقيع معاهدة سلام مع اليابانيين، قام بموجبها بالتنازل عن عدد من الجزر لهم. بعدها استمرت اليابان تحكم تلك الجزر حتى العام 1945، حينها احتاج الأمريكان والبريطانيون الذين كانوا يحاربون ضد النازيين واليابانيين، احتاجوا إلى أن يقنعوا زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين في أن يدخل الحرب ضد اليابانيين مثلما هو يحارب النازيين أيضاً. فدخل ستالين معهم في مفاوضات أفضت إلى موافقة الاتحاد السوفيتي الدخول في الحرب، شريطة أن يعاد لهم الجزر التي تنازل عنها القيصر نيكولاي الثاني لليابان، وهي كل من جزيرة ساخالين وجزر الكوريل. فوافق البريطانيون والأمريكان على ذلك، فبدأ الاتحاد السوفيتي بتحريك قواته نحو اليابان، وقامت القوات الجوية بعملية إنزال على جزر الكوريل في شهر آب أغسطس من العام 1945، ولم يمضي سوى شهر واحد بل وأقل حتى أعلنت اليابان استسلامها في 2 أيلول/سبتمبر في العام 1945، ولكن استسلامها لم يكن بسبب القوات السوفيتية، بل بسبب تعرضها للقصف بقنبلتين نوويتين، إحداهما في هيروشيما والأخرى في ناكازاكي. ومنذ هذا التاريخ
وصارت الجزر تحت سيطرة الروس وحتى يومنا هذا، إلا أن اليابانيين لم يوافقوا على هذا الأمر في يوم من الأيام، ولم يوقع الطرفان معاهدة سلام منذ الحرب العالمية الثانية، رغم أنهما عقدا عشرات وربما مئات الاجتماعات، وتوصلا لاتفاقيات تجارية واقتصادية وأمنية كبيرة. حاول اليابانيون استغلال تلك الاتفاقيات للمضي قدما في استرجاع الجزر عبر الطرق الدبلوماسية، إلا أنهم لم ينجحوا أبدا، بل عوضا عن الاستمرار في التحاور والاجتماع من أجل الوصول لاتفاق سلام، انسحب الروس مؤخرا من المحادثات الثنائية الرامية لتوقيع معاهدة سلام، فذهبت محادثات عمرها أكثر من 70 سنة أدراج الرياح. وبرر الروس انسحابهم بسبب موقف طوكيو غير الودي من الحرب في أوكرانيا حسب ما ذكروا، وهذا الشيء سبب غضبا كبيرا لدى المسؤولين في طوكيو، ليصعد التوتر إلى أعلى مستوياته بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا ما دفع المختصين بشؤون العلاقات بين البلدين إلى القول باحتمالية اتساع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا إلى الدول المحيطة بروسيا، رغم أن البلدان كانا على وشك الوصول إلى اتفاق يرضي اليابانيين، خاصة فيما يخص الجزر المتنازع عليها بين البلدين والتي تعتبر ذات موقع استراتيجي بالنسبة لليابانيين، إذ أن دولتهم عبارة عن جزيرة كبيرة يحيط بها آلاف الجزر الصغيرة، بينما الموقع بالنسبة للروس لا يكاد يذكر أهميته سوى في حال أنها دخلت في حرب مع اليابان أو مع دولة قريبة من اليابان. في تلك الحالة فقط ستصبح الجزر ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لموسكو. خلاصة الكلام، روسيا تقوم بمعاقبة اليابان بسبب موقفها من الحرب على أوكرانيا، إذ أن اليابان شريك استراتيجي بالنسبة لأمريكا، ولا أبالغ إن قلت بأن الصين وكوريا الشمالية كانتا قد ابتلعتا اليابان لولا الحماية التي توفرها أمريكا لها. فاليابان مثلها مثل ألمانيا، وهما دولتان خسرتا الحرب العالمية الثانية، لم يسمح لهما بتطوير أسلحة هجومية فتاكة، كما وأن العلاقات اليابانية الأمريكية تعتبر علاقات مصيرية، لذلك كان من الطبيعي أن تمشي طوكيو على خطوات واشنطن، وهذا ما أغضب موسكو كثيرا، فقررت وقف المباحثات من جانبها، وهذا يعني بأن لا وجود لمعاهدة سلم بين البلدين، وبأن الروس مستعدون لتحويل العلاقات بينهما إلى حرب شاملة. فهل يمكن أن تتحول العلاقات بين روسيا واليابان إلى حرب يعيد التاريخ نفسه من خلاله؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.